في إطار النشاط المكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، ينظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أيضا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 وحتى 16 من شهر يونيو المقبل بحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى، حيث يتبنى المؤتمر في نسخته الثامنة قضية تغير المناخ، والذي حرص مجلس النواب المصري على إدراجها كقضية عالمية ومناقشتها أيضا في إطار البعد البرلماني العالمي.